السلام عليكم إخوتي الأعزاء، كما عودتكم دائما أقدم لكم المعلومة وما أقوم به دائما لطيوري، وما هو النافع وما هو مضر بالنسبة لهم، وأحاول أن أقدم يد المساعدة للمبتدئين، خاصة حيث أن الكثير من المبتدئين يعانون في تربية الطيور ولا ينجحون في هذا المشروع الشيق. كما تلاحظون إخوتي، أقدم لهم السلطة اليوم، حيث تعد السلطة من العناصر الغذائية المهمة للطيور باختلاف أنواعها، حيث أن السلطة تحسن الهضم لدى الطيور، وهي غنية بالمغنيسيوم والكالسيوم والمعادن والأملاح وكذلك الألياف، فهي جيدة للطيور وتقدم لهم الإضافة في تقوية مناعتهم وتقوية جهازهم الهضمي. فكما تلاحظون إخواني الأعزاء، هذه سلاكتي البسيطة التي قمت ببنائها لطيور الكناري والجولديان فينش، فكما تلاحظون هي واسعة بالنسبة لهم ويعيشون مع بعض، ولا أجد أي صعوبات أو شجارات بين الطيور والحمد لله. وهذا زوج الريسيسيف، وهذا خطأ أني وضعت زوج الريسيسيف أي الكناري الأبيض مع طيور الكناري الساتيني زوروج، وهذا خطأ لأن يمكن لأنثى الكناري الريسيسيف أن يلقحها ذكر الساتيني، وهكذا أتحصل على فراخ ليست ساتيني 100%، ولا أتحصل على فراخ كناري الأبيض الريسيسيف. وكما قلت، هذا خطأ من الأخطاء الذي قمت به، ومتعمد هذا الخطأ لأني لم أريد أن أضع هذا الزوج في قفص صغير، فقلت سأضعه في السلاكة لكي يكتسب المناعة وقوة جيدة في جسمه، ثم أضعه في قفص أو أبني له سلاكة أخرى وأضعه فيه. وأنصح جميع المربين خاصة المبتدئين بعدم السقوط في هذا الخطأ، والقيام بتربية كل زوج وكل نوع من الكناري في قفص واحد أو في سلاكة واحدة. وليس من الجيد أن نقوم بخلط السلالات مع بعضها البعض، لأننا هكذا سنتحصل على سلالات غير نقية 100%، وهذا خطأ لا نحبذ أن يسقط فيه أي مربي طيور محترف. فكما ترون إخوتي الأعزاء، اليوم هنالك ريح، ولكن الجو دافئ ونحن مقبلون على فصل الصيف، وكما نعلم أن فصل الصيف يستوجب علينا الكثير من العناية والاهتمام بالطيور بصفة عامة، وتقديم لهم الحمام كل يومين أو 3 أيام في الأسبوع، ومراقبة الطيور دائما، والجلوس مع طيورنا الكناري ومراقبتهم، وإن كان هنالك خلل في السلاكة أو لدى الإناث التي تحضن على الفراخ. فكما تلاحظون، الطيور هنا تعيش بسلام مع بعض والحمد لله. وهذه أنثى البنغالي، وضعت تحتها بيض الجولديان فينش، بما أن طيور الجولديان فينش قد أنتجت بكثرة هذا الموسم، فأردت أن أريحها قليلا. وأستطيع أن أسمي هذا الزوج من البنغالي هو المنقذ في الحالات الخاصة وللحالات الاستثنائية، حيث نقوم بوضع عليه أي بيض فيقوم بإطعام الفراخ وحضنه، فهو من الطيور الجد حنونة وراعية جيدا للفراخ. وهنا إخوتي الأعزاء، سأشارككم هذه اللقطات. كما تلاحظون ما شاء الله، هذه فراخ الكناري الساتيني المزيك عيون حمراء، اللهم بارك وزد في ذلك ونجينا من المهالك. أظن أن لديها 4 فراخ وكلها بصحة جيدة والحمد لله. وهذه لم تفقس بعض، لديها 4 بيضات أيضا.
وهنا أثار الريسيسيف تبني العش، وأظن أنها ستضع البيضة قريبا إن شاء الله. وهنا أيضا هنالك فراخ الكناري المزيك، عيون حمراء. وهي أيضا تبدو بصحة جيدة والحمد لله، وأرجو الله أن يرزق كل إنسان وكل مرب بهذه الطيور الجميلة. وهنا عش البنغالي، فأنا لا أستطيع أن أنظر جيدا، فقد وضعوا بيضتين. وهكذا سنقوم بوضع تحت عليها البيض، بيضة الجولدن فينش أو الكناري. فكما قلت أن طيور البنغالي طيور منتجة بامتياز، فهي لا تتوقف على الإنتاج والحمد لله. إنتاج موفق للجميع، وتحيا هواية تربية الطيور لكل محبي الطيور والذين يسعون إلى تطوير هذه الهواية الجميلة.